اللي بيغنوا بلبنان كتار بس قليل اللي بينجحوا، واللي بيمثلوا كمان بلبنان كتار بس قليل اللي بيتميزوا. النجمة اللي رح نكرمها اليوم تميزت بالغنى، تميزت بالتمثيل، واليوم هي عن جدارة بتستحق لقب أجمل وأفضل مطربة لبنانية. عم بقول أجمل لأنه أكيد أنه ما حدا بخلفني الرأي أنها جميلة، ومش بس جميلة، جميلة جدا. يوم بعد يوم أثبتت أنها فنانة طموحة ومجتهدة، ومع كل عمل بتقدمه بتأكد حضورها على الشاشة وبقلوب كل اللي بحبوها. أكيد من أسبوعين كلنا بنعرف أنه صارت أم تاليا اللي وجهها أكيد خير عليها، والمبروك صار مبروكين. وعن أداء المتكامل لمعاناة عدد كبير من الأزواج اللي بيوقعوا ضحية خيانة أزواجهم، بيتنال الليلة سيرين عبد النور نراكس أفضل ممثلة لبنانية دور أول عن مسلسل سارة. مبروك سيرين. مساء الخير. من 13 يوم نلت أسمى جايزة ممكن أي امرأة بالعالم تحصل عليها تحت عنوان الأمومة، لما شفت عيون بنتي تاليا أول مرة، واليوم عم بحصل على الميركسور لثالث مرة وأنا كتير مبسوطة، لأنه هالجايزة نابعة من محبة جمهور وفانس خاصة، ومن لجنة حكم أنا بقول لهم مرسي كتير على تقديرهم لموهبتي. هاي الجايزة مش لوحدي، يعني في كتير أشخاص كانوا موجودين معي، مش هيك أنا موجودة هون. من منتج أول شيء أبا داي مروان حديد، لأنه بعده بيأمن بالدراما اللبنانية ودعمها، صديقة أنا بحبها كتير وهي كاتبة مبدعة كلوديا مارشاليون موت فيك. طبعا سمير حبشي يلي هو شريكي بالنجاح الدائم، هو اللي حول الدراما اللبنانية للسينما، وأكيد كل الممثلين اللي كانوا موجودين ابتداء من يوسف الخال، يوسف حديد، باميلا الكب، ندى أبو فرحاد، وكتار الممثلين. لولاكم ولولا وجودكم بهالمسلسل يمكن أنا ما كنت موجودة هون، فهيدا الجايزة لإلنا كلنا. مرسي كتير. بس بالنهاية بدي أقول مبروك لكل الموجودين لأنه أكيد بيستاهلوا. بدي أشكر ربي لأنه أكيد أنا هون لأنه هو موفقني. بدي أشكر الفانز لأنه بحبكم كتير، وبقلكم مثل ما دايما بقول الله يخلي لي إياكم. مرسي. ألف مبروك لسيرين عبد النور. مبروك لسيرين عبد النور.